يعني كابتن جمعه اجي لحضرتك، بشوف اوقات كتيره في الماتش انت وكابتن تامر بتجيبوا اللابتوب وبتجروا على كابتن محمد مصالح الونيل وبتوري له حاجه، بتجري على اللعيبه. انا شفت في الماتش اللي كان الاتحاد اللي احنا زعناه تقريبا، بتجروا على اللعيبه، بتفتحوا اللابتوب بتوري له حاجه. ايه اللي انتوا بتوريه للعيبه وبتوريه الجهاز الفني؟ هو بيبقى احنا بنبقى متوصلين على شبكه واحده مع كابتن احمد سعيد المحلل الفني للفرقه، تمام. بيبقى مقطع اتجاهات ضرب الفرقه الثانيه اثناء الماتش، اثناء الماتش ممتاز. الماتش وهو بيتلعب كل نقطه بيسجلها على اللابتوب، فبتدينا اتجاهات الضرب، بتدينا ايه اللي انا ممكن اقوله بسرعه للفرقه، بتدينا البلاي ميكر بتاع الفرقه الثانيه. بتسجلوها بكاميرات ايه يا كابتن؟ يعني الكاميرات هل بتسجلوها فيديو ولا بتسجلوها؟ بنسجلها مانيوال، هو بيسجلها بايديه. ودي لقطات ماتش الاتحاد اللي كنت بقولها، يعني هم اكيد هم بيدوروا ممكن يلاقوا اللقطه دي بالظبط. بتسجل بنتكلم على الماتش، الماتش بيتلعب هو بيسجلها والماتش بيتلعب ازاي، هو بيسجلها بكاميرات داتا فولي، بنشتغل ببرنامج داتا فولي، تمام. فهو بيقطع يعني كل لعيب الناحيه الثانيه، كل حركه كل نقطه بتتعمل بتتسجل، فبالتالي بتطلع عنده رسم بين اتجاهات للضرب بتاع اللعيب. نعمل ايه، نوقف اللعيب ده ازاي، نوقف البلوك ازاي، بيشوط فين، بتبقوا على شبكه واحده والمعلومات دي تجيلك بالظبط. وانت في وانت على البيت في الداتا فولي دلوقتي كمان، ان اللي معاك الكمبيوتر اللعبه بتتعاد تاني، بس انت ممكن تشوفها. هو الجهاز ده ان شاء الله انا هطلبه من الاداره، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك. فانت بتشوف دلوقتي الراجل ده ضرب فين، بتشوفها على طول على طول على طول، بتتعاد على طول بعديها ب10 ثواني. فانت ممكن، بس دي جديده، دي ما كانتش موجوده قبل كده، يعني موجوده بس ما كانتش عندنا، حاجه متطوره شويه فهي ممكن هتفيدك ده في ثانيه جدا. في ثانيه.